الشعر كلمة لها معنى كبير، كلمة مضمونها شوق وغرام، حققوا فرسانها شيء كثير، والمشاعر ساقها عذب الكلام. حياك الله يا طويل العمر. الله يحييكم، يا هلا وسهلا في أبها، يا هلا بالام بي سي ومشاهدي الام بي سي. نرحب فيك اجمل ترحيب طال عمرك، وحنا في بيتك عساها عامر. الله يحييكم. الله يطول عمرك. الناس يسالون وش اخر ما قال خالد الفيصل، وحنا ما قدامنا نقول الا دواوينا موجوده. والله يا اخي الاشياء اللي قلتها هي اللي تضمنها الديوان الثالث. نعم، أنا من بعد صدور الديوان الثالث ما كتب شيء جديد. نعم. هل هناك نية سمو الأمير لإصدار ديوان رابع في الأيام القريبة؟ الأيام القريبة ما أعتقد، لأننا جديدي كلها الآن في الديوان الثالث، لكن إن شاء الله إذا توفرت القصائد ما في مانع طبعا من إصدار ديوان ثالث، لكن أنا مشكلتي أني مقل. نعم. وبطيء، يعني تمر فترة طويلة بين القصيدة والأخرى. نعم. سمو الأمير، الكل يعرف أنه للأمير الشاعر خالد الفيصل ثلاثة دواوين، ويمثل كل ديوان مرحلة من مراحل حياته الأدبية. ما هو الفرق الذي يراه خالد الفيصل في تلك الدواوين؟ ما في شك أنه صحيح، يعني اللي يقولون تمثل ثلاثة مراحل، يعني الديوان الأول اشتمل على القصائد التي كتبتها في بداية حياتي الشعرية، ويعني عندما كنت شاب، ولذلك ربما تجد فيها روح الشباب أكثر. نعم. من غيرها. نعم. الديوان الثاني كان ربما أصف أنه في مرحلة الشباب المتأخر، فكان فيها شيء من التجربة. نعم. وكان فيها شيء من الحكمة التي تمر على كل إنسان بعد تجربة ما من حياته، سواء العملية أو الوجدانية أو الفكرية. الديوان الثالث في نظري هو طبعا إنجاز لي، أن أقول أنه ديوان نضوج التجربة. نعم. ونضوج الفكر لدى الشاعر، بصرف النظر عاد عن كيف يقيمون الآخرين، يعني إنه نعم. إذا كان هذا الفكر ناضج أو غير ناضج، وإنما هذا ما لدي يعني عن الديوان الثالث. نعم. هو حصيلة تجارب اللي مريت فيها في حياتي في كل مراحل يعني. نعم. ولكن احد النقاد يقول بان الدواوين الثلاثه تختلف عن بعضها البعض في امور، منها انه الديوان الاول يمثل مرحله العاطفه الخاليه من الصناعه طبعا، بينما يمثل الديوان الثاني مرحله التامل والفلسفه للحياه، وهي الخطوه الاولى نحو الصناعه والتجريب في شعر خالد الفيصل. اما الثالث فهو مرحله التجريب والصناعه واعتماد الوان من الشعر لم يكن الشاعر يعتمدها في السابق. ما قول خالد الفيصل؟ وما في شك، زي ما قلت أنا في الإجابة على السؤال اللي قبل، أنا أوافق وأتفق مع اللي يقولون أنها ثلاث مراحل. نعم. لكن مسألة هل فيها صناعة، هل اختلفت الصناعة، هل هذيك فيها عاطفة والأخرى ما فيها عاطفة، هذه أتركها للنقاد، لأنه أنا في نظري أن الشاعر يكتب سواء في مراحله الأولى من حياته الشعرية أو في المراحل المتوسطة أو الأخيرة،
بعدم تركيز على صناعة الشعر كصناعة يعني أو صناعة الكلمة. أنا أفضل أن يكون شعري هو ما أشعر به وما أصوره بأسلوبي بطريقتي بالنموذج اللي أنا ابتدأت فيه الحقيقة. أنا ما أتكلف في كتابة الشعر أو في صناعة الكلمة. أنا ما أفكر مثلاً في الوزن وفي القافية وفي اللي مثلاً توافق المعنى كما يقال في بعض الأحيان. لأن بعض الأحيان أنا بقرأ بيقول اختار الوزن أو البحر هذا لهذا المعنى أو اختار هذه القافية لهذا المعنى. أنا في الحقيقة ما عمري وقفت وقلت والله أنا أكتب قصيدة بهذا المعنى لأجل هذا البحر وأختار لها البحر هذا وأختار لها القافية هذه اللي تناسبها. ما عمرها صارت عندي هذه الطريقة وهذا الأسلوب. أنا أديني القصيدة وأكتبها كما جتني. نعم. يعني بعض الأحيان حتى الفكرة بعض الأحيان أول ما تطرأ علي الفكرة تطرأ بالبيت الأول رأسا في القصيدة. نعم. يعني بيكون البيت عندي جاهز. نعم. مكتوب ببحرة بقافيته بأسلوبه فأكملها. ما يكون في بالي صنعة الشعر نفسها. نعم. ما تكون في بالي. وأنا أعتقد أي واحد يفكر في صناعة الشعر قبل أن يكتب القصيدة تجي قصيدته فيها شيء من الخلفة. أعطى خالد الفيصل بريقا خاصا للكلمة النبطية حتى أصبحت قصيدته من المقتنيات المهمة لأي قلب سعودي بل وعربي. أيوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة. روح سمو الأمير خالد شفافة وفي كل أعماله تتجلى مراحل الإبداع والتفوق، فهو يخاطب النفس ويخاطب الروح من خلال إبداعاته وفنه. الأمير الشاعر خالد الفيصل قوض بناء القصيدة النبطية التقليدية ليقيم على أنقاضها صرحا إبداعيا يختلف بصورة ملحوظة في شكله وفي مضمونه في هندسته وفي تصميمه في زخرفه وفي ألوانه. وهذا في رأيي لا يتأتى فقط بالفطرة والطبع واللذان يتوفران بدون شك في شعر الأمير خالد الفيصل، وإنما هو أيضا نتيجة جهد واع وإدراك عميق لرسالة الفن ودور الفنان، كما يعترف بذلك سمو الأمير حينما يقول: يا سحايب سرى تبها تعدي شمال واستعيري دموعي سيلي كل وادي غطي أرض الحبيب بالندى والجمال مثل ما هو مندي بالمحبة فوادي ورعدي يا سحايب فوق هاك التلال صوري لحنيني عقب طول البعادي ولعي يا سحاب ولعي يا سحابة بالسما كل جال مثل مشعل فواد فيه قدح الزنادي مير أشوف التسلي عن هواها استحال وقفي يا سحاب حمل الأشواق زادي دوتس قلبي وعيني دوتس بعض الخيال دوتس كل اللي تبعتس ما بقالي قعادي. إلى أي مدى سمو الأمير تصدق هذه المقولة أنه الفنان ابن بيئته؟ إلى أي مدى تصدق مع خالد الفيصل تأثير البيئة العامة؟ أقصد هنا المملكة العربية السعودية والبيئة الخاصة أيضا ونقصد فيها بها أبا. هذه مقولة صادقة طبعا لأنه الإنسان ابن بيئته، يعني أولا في أسرته. نعم. يعني أول ما ينشأ ويشوف أسرته. نعم. ويتأثر بأسرته، يتأثر بأخلاقهم، يتأثر بقيمهم. نعم. يتأثر بالأولويات. نعم. اللي
تكون موجودة لدى هذه الأسرة. بعد ذلك طبعا المدرسة والحي اللي يكون ساكن فيه يتأثر به، ثم بالمجتمع اللي يعيش فيه. فلا بد أن يكون هناك تأثير كبير بيئة الشاعر على الشاعر. بالنسبة لي أنا ما في شك أنه أسرتي كان لها التأثير الأول علي أنا، وبعدين مجتمعي السعودي ككل يعني. وأحب أقول أنا هنا في هذه المناسبة أنه أنا نشأت في هذه البلاد اللي هي قلب الجزيرة العربية، اللي هي قلب العروبة، أصل العرب من هنا من الجزيرة العربية، ونحن في قلب هذا الأصل. فالشعر شيء عادي بالنسبة للمجتمع السعودي، لأنه هذا موروث من العرب الأولين. كل إنسان أنا في نظري هنا شاعر، سواء يكتب الشعر أو ما يكتب الشعر، الذي لا يكتبه يتذوقه ما في شك يعني. فتأثير هذه البيئة السعودية من المجتمع السعودي ومن أسرتي الخاصة من آل سعود، فينا شعراء كثير يعني، أجدادي فيهم شعراء، ووالدي شاعر، وأخي الأمير عبد الله شاعر، وفي من أسرتي كثير من الشعراء اللي نبغوا واللي ذكروا في التاريخ أو في الوقت المعاصر. ما في شك أنه البيئة تؤثر في الشاعر. ماذا تعني جبال السودة لخالد القيصر؟ جبال السودة، جبل السودة يعني الشموخ. نعم. يعني هذا الجبل الشامخ في الجزيرة العربية، أعلى قمة في الجزيرة العربية هي جبل السودة. هذا الجبل الذي وقف عبر آلاف ربما ملايين السنين أمام الرياح وأمام تقلبات العصور والدهور، أمام التعرية، أمام كل تقلبات الجو، أمام البراكين، وأمام الزلازل، وقف شامخ، وقف بكل أنفة في وسط في قلب هذه الجزيرة العربية. جبل السودة يعني لي القمة التي لا تصلها الغبرة أو الغبار أو العجاج، لأن كل الغبار على فكرة ما يصل للسودة. نعم. مهما كان العجاج هنا يفضل جو السودة فوق الغبار والعجاج. ما شاء الله. جبل السودة يمكن أحد الناس كثير ما يدرون عن هذه الظاهرة، لا يصلها البعوض ولا يحيا فيه البعوض. سبحان الله. جبل الارتفاع. نعم. جبل السودة يعني لي الورد الأبيض الجميل الذي يتشقق بين الصخور وبين الصخور. يعني لي الزهر الأحمر والأصفر على سفوحه. جبل السودة يعني لي رقصة السحاب على قمته. يعني لي الندى المتقطر على صخوره وعلى أشجاره. جبل السودة يعني لي هذا الموكر للصقور. وعلى فكرة يعني كثير من الأحيان وأنا أقف على جبل السودة اكتشفت ليش الصقر يحب هذه الأماكن، لأنها عالية، لأنه ينظر لجميع ما حواليه نظرة فوقية من فوق يعني لأسفل، فما هو غريب على الصقر أنه يختار شوامخ الجبال يعني. جبل السودة يعني لي قدرة الإنسان، إنسان هذه المنطقة وصلابته على مر العصور، وأنه استطاع أن يتحدى وعورة الطبيعة وما سميت بهذه المنطقة بعسير، وأن يعيش فوق هذا الجبل، وأن يسخر هذه الوعورة وهذا العسر، وأن يحوله إلى يسر، ويحوله إلى مصدر رزق، ويزرع هذا الجبل. فلا يفوق شموخ هذا الجبل إلا شموخ أهل هذا الجبل. سمو الأمير شوقتنا في هالكلام الممتع عن هالجبل، لابد أن طلعت قصيدة فوق هالجبل هذا. والله في قصائد كثيرة يعني،
قلتها وأنا سودة ما أتذكرها كلها، لكن فيها من أنورة سودة عسير وطلعتك. نعم. وزارت من وطنتك خدانها اجتمع ورد الجنوب وبسمتك والهوى نشوان في وديانا. نعم. ما حلا مس سحاب المجنتك والندى سكران من ريحانها. يا سلام. غنيت لحنك يا وطن في عرضة المجد العظيم، غنيت لحنك يا وطن في عرضة المجد العظيم، كل البيارق غطرفت عبد العزيز يقوده، أشجاه بالغربة شجن والحسم بالراية الحسيم، حرا شهر من ماكرة والدار عاد سعودها، وثق على صدر الزمن قصه بها شعبه يهيم، وثق على صدر الزمن قصه بها شعبه يهيم، فخاض وامجاد العرب تزهى جميع بنوده. هناك جبل ذرة. نعم. هذا الجبل الحقيقة نجده في منظر غريب جدا، شاهده الكثير من الناس، أنه يجتمع حول السحاب في فترة الظهر أو العصر. يلتف السحاب، فيه علاقة جميلة بين السحاب وبين هالجبل هذا. كيف ترى هذه العلاقة الجميلة؟ والله هذه ظاهرة يعني تلفت نظر أي زائر لمدينة. نعم. أبها. وهي الحقيقة من يوم ما جيت هنا أنا يعني أتأمل هذا الجبل، وصعدت يعني على رأس هذا الجبل منذ أول أسبوع كنت موجود فيه في عسير، وكانت دائما تراودني أفكار عن استغلال هذا المكان أحسن استغلال. وأخيرا الحمد لله الله دلنا لأنه وضعنا في أول هذه الإضاءة الخضراء اللي حوالينا، وأصبح حتى الزوار أصبح معروف الآن باسم الجبل الأخضر. نعم. لأنه مزروع بزراعة بشجر يلتف حول الجبل هذا ويضاء في الليل بالإضاءة الخضراء. وسبب الإضاءة الحقيقة الخضراء هذه أنها مثل ما قلت أنت أنه السحاب يكتنف هذا الجبل من جميع جوانبه كل يوم تقريبا، وفي المساء إذا أضيئت هذه الإضاءة يعني يكون المنظر جميل وخيالي، لأنك ترى يمكن لأول مرة سحاب أخضر يتحرك على مدينة. نعم. مبين من بعيد للي بيضع. موج هذا اللون الأخضر. نعم. على هذه المدينة الحالمة على رأس جبل عسير الحقيقة منظر أخاذ ومنظر جميل. وأي واحد يعني في المساء، أنا سمعت من كثير من الإخوان اللي زاروا المنطقة خصوصا في صيف هذا العام أنهم يستمتعون كثير بالنظر إلى إضاءة مدينة أبها، سواء الإضاءة اللي على الجبل الأخضر أو جبل ذرة أو الإضاءة اللي على السد الإضاءة الزرقاء هذه، ويقضون الساعات الجميلة بس ينظرون إليها، وهذه متعة التأمل الحقيقة اللي يفتقرها الإنسان في ربما مدن أخرى. مدينة أو منطقة عسير فيها من الجمال الحقيقة يعني أشياء خلابة جدا، ليش بوجهة نظر نخرج عن الشعر شوي، ليش بوجهة نظرك طال عمرك يلجأ المواطن السعودي إلى السياحة خارج المملكة مع أن عنده كل شيء موفره الله سبحانه وتعالى من طبيعة ومن أمطار وخير ومناظر جميلة؟ السياحة إذا قلت سياحة، سياحة لها معاني كثيرة، فالخروج خارج المملكة له عدة أسباب، يعني في أسباب الواحد يبغى يخرج للمعرفة، يعني عشان يطلب المعرفة يبغى يعرف بلدان ثانية، هذه طبعا ما فيها شيء. في ناس يخرجوا لطلب مثلا تطبب يعني في مستشفيات، في ناس يخرجوا لتجارة، في ناس يخرجوا طلب علم من العلوم مثلا للدراسة أو لغيرها، يعني هذه كلها طبعا أشياء طيبة، لكن
الشيء المأخذ الحقيقة إذا كان على الناس اللي بس أصبحت عندهم عادة، يعني السفر عادة، بس يخرج يسافر ويأخذ معه مبالغ كبيرة من المال ويصرفها في خارج وطنه بدون أي مبرر، يعني هذه طبعا مأخذ عليهم، في حين أنه بإمكانهم أنهم يستمتعون بإجازة وعطلة واصطياف داخل بلدهم. بالضبط. إنما يعني ما هو كل السفر خطأ، ولا هو كل السفر فيه فوائد. نعود طال عمرك إلى الشعر ونقول أن في الجنوب ألوان متعددة ورائعة من فنون الشعر، هل أثر ذلك في اختيارات خالد الفيصل في الكتابة؟ وأنا أسأل هالسؤال حقيقة أتذكر قصيدة يا شايل السامر وست الجناح حاتم محمد. هذه الحقيقة يا شايل السامر وست الجناح، هذه البحور هذه حقيقة أنا اخترعتها من عندي، يعني ما أخذتها من أحد يعني. نعم. وأنا أسلوبي ونهجي والبحور اللي طرقتها كانت متواجدة عندي من قبل ما أجي العسير. لكن هذا لا يعني أني أنا ما استمتعت وما أعجبت بكثير من اللي يسمونها هنا طروق، يعني الطرق الفلاني والطرق الفلاني يعني طرق جميلة جدا عندهم في عسير، واستمتعت بها وأكيد أني تأثرت بها من ناحية شاعريتها ومن ناحية موسيقاها. يقول أحد النقاد أن الأمير خالد الفيصل هو نفسه الفنان خالد الفيصل، فهو يعتمد مذهبا واحد في الشعر والرسم. مذهبا واحد في الشعر والرسم؟ نعم. أنا ما أقدر أكون أكثر من واحد يعني الخاصة العمرك إن الصورة أنا الجمالية. هو أنا يعني سواء في رسمي أو في شعري، شخصيتي، أسلوبي، طريقة تفكيري، منهجي، هو واحد في، لكن يختلف في القصيدة أنا بعبر عنه بالحرف وبالكلمة وبالموسيقى الشعرية اللي في القصيدة، في الرسم بعبر عليه في اللون. فالإيقاع يعني إيقاع شخصيتي موجود في شعري، وإيقاع شخصيتي موجود في لوني في اللوحة، يعني اللون له إيقاع والحرف والكلمة لها إيقاع، وشخصية الشاعر أو الفنان إذا كان هو نفس الشخص فلا بد أن يكون هناك نفس الإيقاع هنا وهنا. أنا دائما أحب سواء في القصيدة أو في اللوحة أني أعطي الجزء الذي أنا أريد أن أوصله للمتلقي، وأترك أجزاء أخرى للمتلقي يكمل بها الصورة. نعم. لأن في نظري أنا أنه المتلقي هو شريكي في هذا العمل، يعني احتراما له لا أحجب عنه كل المعنى ولا تجعل حاجز، وفي نفس الوقت ما أمنع من تكملة شيء هو يريده لنفسه. فأنا أعطيه جزء يعني في القصيدة، هي القصيدة طبعا ما أقدر أقول لك أنها غامضة وغير مفهومة، لابد أن تكون مفهومة عشان أوصل أنا شعوري للقارئ أو للي يشوف اللوحة، لابد أن أوصل له ما أريد أن أقوله، ولكن ما أقول له كل شيء، أقول له جزء مما أريد أن أوصله له. نعم. وأترك الباقي له هو ليكمل من عنده ليشاركني هذا العمل الفني. شعره معادلات فنية تستطيع أن تقول أنه تسنم الشعراء المعاصرين. شاعر ذو أوزان جميلة، جدد في الشعر وأضاف للشعر، متميز في طرحه في لغته، صاحب طعم خاص له في كتابة القصيدة. نجد الشاعر مفتونا بالجمال يتبعه حيثما يكون، وتأخذ الطبيعة سواء كانت صامتة أو متحركة حيزا كبيرا في فكر الشاعر، فالقمر والسحاب والنجوم والرمال والأشجار وكذلك الظباء والصقور والشياهين وغيرها كلها تمثل عناصر مهمة في شعر خالد الفيصل. أنا لا أوافق
شعراء اللي يقولوا مثلا احنا نقول الشعر لانفسنا مثلا وما لنا دعوه بالجمهور يعجبه وما يعجبه مثلا او يفهمه وما يفهمه، ولا اوافق الشعراء اللي يكتبون لانفسهم. نعم، يعني يقول لك انا اكتب لنفسي. الحقيقه اي انسان يريد ان يكتب لنفسه لا ينشر بالضبط. يعني يتركها عن نفسه، لكن انت من يوم ما تنشر شعرك معناتها انت قدمته للجمهور واصبح الجمهور والمتلقي مشارك لك. انا شخصيا يهمني جدا مشاركه القارئ ومشاركه المتلقي معي في العمل الفني سواء كان قصيده او رسم، واعتقد انه هذا نوع من الاحترام، يعني احترام الاخر، احترام المتلقي. لابد ان احترمه، اذا كنت انا بقدم له شيء لابد ان احترم رايه واقدم له شيء يصل اليه، يشاركني الوجدان، يشاركني الشعور، يشاركني هذه الاحاسيس الانسانيه اللي انا بعبر عنها. وانا شخصيا يعني ما اعبر عن نفسي فقط، انا اعبر عن نفسي وعن مجتمعي وعن الامه كلها اللي انا عايش فيها. فاذا كان يقال ان الشاعر هو ضمير الامه فلا بد ان يعبر عن راي الامه وعن شعور الامه وعن احاسيس الامه وعن هموم هذه الامه. نعم. اما اذا كان بس يعبر عن همومه هو الشخصيه البحته الفرديه فقط فاعتقد انه ما يوصل للناس. احد الاخوه يقول ليش الامير خالد الفيصل ما يصدر مطبوعه باسم مؤسسه فيصل الخيريه، مطبوعه تخص الشعر. مطبوعه؟ تخص الشعر. مطبوعة للشعر، نعم، مجلة مختصة بالشعر. والله قصدك الشعر كل ولا الشعر الشعبي؟ الشعر النبطي، نعم. الشعر الشعبي. النبطي، الشعر الشعبي. والله الشعر النبطي والشعر الشعبي ما شاء الله ما هو قاصر عليه مطبوعات الآن. نعم. يعني يمكن مجلات ومطبوعات الشعر النبطي في الوقت الحاضر تفوق مطبوعات ومجلات الشعر الفصيح. نعم. وأعتقد ما عندهم يعني ما هو محتاج لإضافة مطبوعة جديدة عليه. نعم. طيب طال عمرك جوابك هذا يجرني إلى الحقيقة سؤال، كثرة المجلات المختصة في الشعر هل هي تخدم الشعر فعلا؟ ما أقدر أقول أنها تخدم الشعر، لكنها تتيح الفرصة. نعم. لناس كثير لعرض إنتاجهم. نعم. بعدين يعني ترى فيها الحين مقولة بين الناس تتردد أنه يجب عدم السماح لعرض كل هذا الانتاج. نعم. نعم. في الشعر الشعبي، وانا حقيقه اخالفهم رايي. نعم. انا اعتقد انه يجب افساح المجال لكل من اراد ان يكتب ان يكتب يعني وان ينشر قصيدته. نعم. لانه في الاخير ما يبقى الا الشيء الجيد. نعم. وبعدين هالناس اللي يقولون الشعر الشعبي فقط يعني طيب شوف ما ينشر في الشعر الفصيح، ما هو كمان الغث اكثر من السمين فيه. احنا واحنا الان حتى في الشعر الفصيح يعني كم شاعر احنا الحين نذكره يعني او كم شاعر نحفظ شعره الان في الشعر الفصيح؟ قله جدا. الكثير من الصفحات الثقافيه ومن المجلات الثقافيه التي تنشر هذه الاشعار الحديثه لا تقرا ولا احد يحفظها. نفس الشيء زي الشعر الشعبي يعني كثير منه ينشر ولكنه لا يقرا. الجيد قليل دائما، وما هو بس في وقتنا هذا ولا في زمننا هذا. نعم. من زمان يعني الاشعار اللي وصلتنا الان من الشعر الجاهلي، الاشعار اللي وصلتنا من صدر الاسلام، الاشعار اللي وصلتنا من العهد الاموي او العباسي هي الاشعار القليله يعني نادر الاشعار وجميل الاشعار هي التي وصلتنا. نعم. هل تعتقد انها لم ينشر في العصر الجاهلي الا ما وصل لنا؟ او لم يكتب او لم يلقى من اشعار في العصر الجاهلي او في صدر الاسلام او في العصر الاموي او في اي عصر من العصور لم الا ما وصلنا نحن؟ لا طبعا، لا، نشر الكثير وقيل الكثير وكتب الكثير لكنها لم تصل لنا لانها كانت غثه بالضبط زي ما هو موجود الان. هو الفرق بيننا وبينهم انه احنا الان عندنا جرائد، عندنا مجلات، عندنا اذاعه، عندنا تلفزيون، وعندنا وسائل نشر أكثر مما كانت متوفرة لهم في ذلك الوقت. طبعا هذه ساعدت كل الناس أنهم يطرحون كل ما لديهم، الغث والسمين والجيد والرديء،
لكن لن يبقى إلا الجيد. بالضبط صحيح. أنا قبل فترة طال عمرك كنت في دولة الإمارات الشقيقة، وعلى ما حد الأصدقاء أني راح أجري بعد كم يوم لقاء مع خالد الفيصل، قال يا أخي أبيك تسأل سؤال، تقول له إذا أبي أشتكي على خالد الفيصل لمن أشتكي؟ هو يقصد طال عمرك الديوان الثالث، يقول أنا بحثت عنه في الإمارات ولا وجدته. فعملية توزيع الديوان والله طبعاً. هذه الموزع طبعاً هي نعم. هي شركة التوزيع نعم. السعودية هي اللي تقوم بتوزيع الديوان، والحقيقة اللوم يجب أن يكون عليهم هم. أما الأخ من الأمارات بس لو تعطيني اسمه نعم. أنا مستعد أرسل له الديوان. الله يبيض وجهك، جزاك خير طال عمرك، وهذا اللي متعودينه منك الله يسلمك. وأنا حقيقة ما أبي أتهمهم في التقصير الأخوان الموزعين، ولكن يجوز أن الأخ سعيد ما حالف الحظ في متى لا، بس هذا طيب يعني، هذا شيء جيد يعني خبر يسرني أنا، لأنه معناته أن الديوان لم يبقى في الأسواق يعني، ولم يبقى نعم. في المكاتب الحمد لله، المكتبات، وهذا شيء جيد. شيء أكيد طبعا طال عمرك، ولا نجامل خالد الفيصل نعم في هذا الكلام. متى يكتب خالد الفيصل القصيدة؟ متى يكتب القصيدة؟ أنا أكتبها في كل وقت نعم. يعني ما لي وقت محدد. يمكن أنا قد سمعت أنه في شعراء لهم أماكن معينة وطقوس معينة نعم. يكتبون فيها الشعر وأوقات، لكن بالنسبة لي أنا أكتب الشعر وقت ما يصلني نعم. طبعا للأسف أنه بعض الأحيان يأتيني المعنى وتأتيني الصورة وتأتيني مطلع القصيدة أو بيت من الشعر نعم. وأكون في مكان أو في حالة من العمل أو مع ناس أو ما أستطيع أن أكتبه نعم. فيضيع عني. إذا بغيت في المستقبل أبغى أكتبه وأسترجع ما عاد أجده طيب. لأن هي الخاطر هذا فظيع يعني. بالضبط. لما يحدث ويصل إليك وما تمسكه في وقته صعب أنك تجده فيما بعد. الكثيرون حاولوا التقرب من قصيدة خالد الفيصل، والكثيرون حاولوا تقليدها، لكنها ظلت شامخة ذات أسرار لا يعرفها إلا خالد الفيصل نفسه. ليت العمر يهدأ، أبهديك عمري، تستاهل الأيام يا زهو الأيام. لو الهوى المحبوس في جوف صدري يظهر على العالم، غشى العالم هيا. فيني غرام فوق محمول صبري، وفيني خيال فوق تصوير الأحلام. صباحي أسرح لك وفي ليلي يسري، ولا هجع فكري خفوق الهوى قام. والله مالي غير الأشواق عذري، واللي عرف شوق المواليف ما لام. يا من يبيع الصبر يا ناس وشري، محتاج كل الصبر وصخي بلقيام. يا مالك أمري وش نواياك بأمري، ارحم خفوق عنها وغيركم صام. حالي غدا مثل المساويك مبري، يا باريا حالي ترى البعد ظلام. أدري بحالك وانت بالحال تدري، يلا عسى ذا العام أحسن من العام. في طال عمرك شعراء يكتب بيت أو بيتين وتقفل معاها القصيدة يحصل. ويمر عليه فترة من الزمن، وهذا يحصل. الأمر ناقشته مع سمو الأمير محمد بن عبد الله الفيصل وأيد كلامنا، بعد 20 سنة أو أكثر يكمل هالقصيدة، وحصلت مع بعض الشعراء. يحصل هذا مع خالد الفيصل؟ أنا قد حصل يعني سنتين تأخر معي المطلع. نعم، تذكرنا أحد هذه القصائد؟ إيه يعني من بادي الوقت مثلا. نعم. من بادي الوقت المطلع قعد في جيبي سنة كاملة. نعم. قبل ما أكتب البيت الثاني. وأكملت. أو في قصيدة قديمة كانت في الديوان الأول اللي هي يا على القلب ما شكل الحب والتاع. تنهار من فوقها مهان. هذا قعد معي سنة كاملة كذلك يعني المطلع. وأكملت فيه. وأكملت. نعم. أكملت في ربع ساعة. نعم. ومن بادي الوقت أكملتها في ربع ساعة.
اي الخاطر. هل هناك شيطان للشاعر سمو الامير صحيح؟ والله انا مع الرحمن. طيب مع الشياطين ما علي منهم. طيب طال عمرك الله يبعدنا عن الشياطين. سالنا متى يكتب خالد الفيصل القصيده؟ متى يرسم خالد الفيصل؟ لا الرسم يختلف. نعم. يعني هنا الوضع مختلف تماما. الرسم لابد من مكان. نعم. لابد من تجهيز الاشياء يعني عده الرسم الفرشه واللون واللوحه نفسها. ف يعني لابد من مكان مهيأ للرسم. ممكن طبعا يكون رسم خارج الاستوديو. نعم. يعني على الطبيعه برا وممكن يكون في الاستوديو. نعم. بس انه لابد يعني يحتاج له تحضير، يحتاج له وقت ويحتاج له مكان. نعم. ما تقدر ترسم في اي مكان او في اي وقت. نعم. الرسم طال عمرك هل انك تبدا مثلا في الرسم؟ انا والله ما عندي خلفيه عن الرسم مع اني احب الهوايه. تبدا فيها بنفس اليوم؟ ممكن تخلص اللوحه بنفس اليوم؟ ممكن تخلصها في ساعات يعني. نعم. اللوحه وممكن تتعثر معك زي القصيده. نعم. والمشكله في اللوحه. نعم. انك ما هي زي القصيدة انك ممكن تعدلها وبعدين ترجع للاصل. يعني ممكن في الشعر اكتب بيت شعر بالضبط وبعدين تهيأ لي اليوم انه والله المعنى هذا اقدر اكتبه بطريقة احسن. نعم. فاشطب البيت هذاك واكتبه ثاني بعد بكرة ممكن ارجع للمعنى الاول. نعم. في اللوحة وخصوصا في الالوان هذا ما اقدر تعمله. نعم. لانك اذا غيرت اللون الاصلي، اذا حطيت لون على لون. نعم. وغيرت الاول ما عاد تقدر ترجع للون هذا. سبحان الله. لأنه اللون الأول. نعم. اللي أنت غيرته هو ما هو لون واحد. نعم. هو نتيجة تداخل ألوان كثيرة يا أما في الفرشة يا أما على اللوحة. نعم. وأصبح المنظر قدامك بهذه الألوان. نعم. إذا غيرتها كيف عاد حتجيب التركيبة الأصل اللي كانت. نعم. موجودة هذيك ما عاد تقدر تجيبها ثاني. نعم. وهذا الاختلاف بين أي إضافة. نعم. أو تعديل في اللوحة خصوصا اللي بالألوان. نعم. لا يمكن أن ترجع زي ما كانت في الأول أبدا. نعم. صورة أو لوحة رسمتها عزيزة على نفسك؟ والله شوف الإنسان دائما زي بتسمع يقول لك الواحد يعتبر كل قصائد وبناته مثلا عارف إيش ويعتبر. نعم. كل لوحاته نفس الشيء. كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان تعتبر عزيزة لنفسه. بس أشياء يعني أفخر بها كثير. يعني البورتري الصور الشخصية للملك عبد العزيز والملك فيصل. يعني هذه من أحسن الأشياء اللي عملتها في بورتري الملك عبد العزيز. وجه بس كان متلطم فيه. نعم صحيح. ووجه للملك فيصل. نعم. كان في حدود الأربعينات من عمره. نعم. يعني هذه اللوحتين أعتقد أنها من أحسن ما سويت. خالد الفيصل رائد من رواد الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وبحق واحد من القلائل الذين أثروا النشاط الثقافي والفني في العالم العربي. أقام العديد من المعارض التشكيلية ورعى الكثير من النشاطات الفنية. خالد الفيصل هو بحق واحد من القلائل الذين أثروا النشاط الثقافي والفني في العالم العربي. له بصمة واضحة على مسار الأغنية السعودية. ما في شك أنه الأمير خالد ما قدمه للزملاء من أعمال ناجحة له باعه المعروف الطويل في مجال الكلمة، ويعتبر من فرسانه إلا ما لهم شبيه ولا مثال. أعزائي المشاهدين، لم ينتهي اللقاء بعد، ولكن الوقت أدركنا وسأضطر إلى ختام هذه الحلقة، وسنواصل هذه الرحلة الجميلة ومع صاحب الكلمة الجميلة خالد الفيصل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. انتظرونا لنواصل هذا الحوار معكم بإذن الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.